شفنا ثلاث حالات، الحالة الأولى نظام دوري، الحالة الثانية نظام شبه دوري، والحالة الثالثة نظام لا دوري. وقدمنا الحالة الرابعة وهي نظام الحالة الرابعة النظام الحريش. النظام الحريش شنو هو النظام الحريج؟ كما قلنا ان هذه الانظمه تتعلق بقيمه المقاومه. دونك اذا كانت اغ منعدمه تيكون نظام دوري، كانت اغ ضعيفه يعني صغيره تيكون نظام شبه دوري، كانت اغ كبيره تيكون نظام لا دوري. بقى لنا دابا النظام الحريج. في النظام الحريج دونك توجد التعريف ديالو، دونك توجد واحد المقاومه، توجد قيمة، توجد قيمة معينة، توجد قيمة معينة للمقاومة، توجد قيمة معينة للمقاومة نرمز لها، نرمز لها ب اخ سي. وشحال كتساوي؟ كتساوي جوج غاسين ال على سي. شو تسمى؟ وتسمى بالمقاومة الحرجة، بالمقاومة الحرجة، وهي مقاومة، وهي مقاومة تفصل بين النظامين شبه الدوري والنظام لا دوري. إذن كما قلنا أن التذبذبات عندها علاقة بآخ، اذا اللي كانت اخ صغيره يكون نظام شبه دوري، كانت اخ كبيره يكون نظام لا دوري. اذا ما بين هذه الانظمه نظام شبه دوري ونظام لا دوري كاين واحد المقاومه تفصل بينهما تسمى بالمقاومه الحرجه. والتوتر اي سي يرجع الى صفر بسرعه، والتوتر اي سي، والتوتر اي سي يرجع الى الصفر بسرعة. إلا بغينا نمثلوها غتكون لهذا الشكل، ها إي سي بالزربة ترجع إي سي لزيرو. إذا هذه هي أنظمة الخمود.